لحظة هي مفعمة بالحب بالوفاء وأيضا بالحزن. فقدنا رجلا جمعت فيه الكثير من الخصال، مناضل سياسي، مناضل حقوقي، أكاديمي فذ، أعطى بدون فكرة، أعطى لوطنه، أعطى لمهنة المحاماة، وأعطى للعدالة. كان مؤمنا بكل القيم النبيلة، كان مؤمنا بأن المغرب لا قيمة له إذا لم يكن بلدا للحقوق، للحريات، للحقوق الإنسانية، للنساء، بلد حر بكل ما في كلمة معنى للحرية. كان يعشق الصحة وكان يدافع عن قيم التعبير، وكانت آخر لحظات عمره وهو مقابل موت رمزية بكل المقاييس، كما كانت حياته مفعمة بالرمز كانت وفاته مفعمة. في الأيام الأخيرة ومنذ أن فزت بمنصب النقيب تواترت لقاءاتي معه أكثر من أي وقت مضى، وشعرت بأن الرجل كان يريد أن يقول أشياء كثيرة، كان يريد أن يقولها في لحظة واحدة، كان يتحدث في مواضيع جدنا، كان يريد أن نقوم بأعمال لا حدود لها في تثقيف المحامين، كان له اهتمام كبير في آخر لحظات حياته حول ضرورة تكوين المحامين وتعميق ثقافته. كان يتحدث عن العدالة بحرقة وبأمل، وكان يتحدث عن المحاماة بنفس الفرقة وبنفس الأمل. طبعا عبد العزيز المويضي ما يمكن أن نقدمه له ليست فقط شهادة، بل أن نبرهن لنا جميعا، وأنا سعيد وفخور ومعتز بهذا المنتخب. أرى وعيوني ترى رجال ونساء أفداد في دمائهم والدفاع عن القيم النبيلة التي شكلت مشتركاً بيننا وبينه إبان حياتي. أكبر خدمة يمكن أن نتعلمها بعد أن رحل عنا بالظروف وبالفجأة التي آلمتنا وسقطتنا وسقطت عائلته وسقطت أصدقائه وفيه زملاء محامين وحبات وكل من يؤمن بحقوق الإنسان وكل من يؤمن بقيم النبيلة.